بص، هذه سميتها دوار السيد الوافي، اقليم مولاي يعقوب، جامعه عين الشقه. البارح كما كيعلم جامع مدينه ساكنه فاس بان جات رياح قويه، وحنا كما كتشوف اخويا ما عندناش سكن لائق. انت كما كتشوف احنا ساكنين تحت الخناشيو، واخا انت كتشوف سنه 2020 هذه مازال بنادم كيعيش هذه العيشه هذه. حسينا بالرعب كما كتعرف، طاحوا علينا هاد النوال كما كتشوف. بيتين كنا بينا بولادنا بعائلاتنا، كلشي بايت في الخلا. خويا كانت عجاجه كبيره بزاف، وكان راك عارف الغوات، ومع شطنا ديك العجاجه كلشي تخلع اخويا. وماشي هذيك اللي البارح، راه ديما تنعيشو هاد الشيء، تنعيشو في الشتاء، تنعيشو في الصيف، تنعيشو في كل حالة الحراره بزاف. هاد الشيء ماشي غير البارح ولا، هاد الشيء يوميا. النهار نعاودو داك الشيء اللي كان وصافي، تنبنيو داك الشيء وصافي. لا ما عاوتاني تجي شي حاجه عاوتاني نكونوا واجدين. غير برارك وصافي، عاديين وصافي. اخويا عشنا من العجاجه كما شتي البارح، فاس كلها جدك العجاجه. شوف هنا من حيث البنيه التحتيه ديال هاد الخيام هي هشه، بقاو داك الرياح اللي جات البارح تقريبا كلشي ضاع لهاد الساكنه. لا من حيث شوف الضعف ديال الساكنه، هنا ما كاينش يعني البنيه التحتيه. ايوا انا ضرت الناس من هاد الرعده اللي وقعت البارح، هذاك الرياح اللي وقعت فقدت الكثير من الاحتياجات الخاصه، من حيث لان الانسان هنا عنده غير ماشي شي حاجه قويه اللي تقدر تقاوم الخناشي وشي حاجه تخربقيات. نهايه انت كتشوف هادشي كيتصور هنا، ماشي حد يقاوم ديك الريح اللي كانت البارح. وغير خلي على الله، كنا مشينا غير برد بينا، كلشي هو طايح صاحبي. وهذه حالتنا، الشمس عندنا فينا، البرد فينا، النوم فينا، تكرفيس راك تشوف فيه، وما عندنا كاع والو صاحبك.